بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. مطلع القصيدة اللي كعب بن زهير بيمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبيطلب منه إنه يسامحه. كعب بن زهير كان من الشعراء اللي بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل، فمنهم اللي هرب ومنهم اللي اتمسك. فأخو كعب أرسل له وقال له شوف أنت عايز تعمل إيه، النبي توعد الشعراء اللي بيهجوه بالقتل. فبعد نقاش كعب قرر إنه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويعتذر له ويدخل في الإسلام. فراح المدينة ونزل عند راجل من الأنصار وصلى معاه الفجر، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه ووضع يديه في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أنا كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار وقال يا رسول الله إذني في ضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعك عنه. كعب بن زهير قال في القصيدة نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.